سيد هادي الموسوي، أعود معك إلى أروقة الحوار الدائر اليوم في البحرين. يعني تقدمتم أنتم بمجموعة مطالب جديدة، مطالب تترجم معنى الملكية الدستورية، اختيار الحكومة من قبل الكتلة الأكثر تمثيلا، والمحاسبة أمام البرلمان، إلى جانب مجموعة من المطالب. كيف رصدتم رد الفعل الأول للتعاطي مع مطالبكم، سواء من قبل السيد الظهراني أو من قبل يعني من يدير الحوار خلف الكواليس؟ لأكون صريحا، لا يوجد شيء هناك يعبر عنه برفض هذه المطالب. هم يتحدثون عن سقف مرتفع، يمكنك أن تقول ما تريد، وهذه المنهجية أو الصيغة التي درجنا عليها تواجدنا هنا مكشوفة جدا. هي عملية انتصار لنقل حركة الشارع عبر إعطاء المجموع الذي دعي إلى هناك لأن يتحدث فيما يريد. ووجدنا أن الموجود في أروقة المنتدى لا علاقة لها بما يحصل في الشارع. الشارع يتحدث عن كرامة، عن إرادة شعبية، عن حكومة منتخبة، عن مملكة دستورية، عن أمن للجميع، عن دولة المواطنة. هناك العناوين كبيرة وتهم الإنسان البحريني، ولكنها لا تتعلق بما كان يطالب به وبما دفعه للتواجد في الشارع منذ 14 فبراير. هذا يكشف عن أن هناك فجوة كبيرة بين السلطة ومواطنيها. هم يتحدثون في جانب والسلطة تشير إلى زاوية أخرى لا علاقة لها بما يهم بما يعيشه الشارع. هي تحاول أن تأتي بقضايا كان الشارع يضعها على رأس أولوياته أو على رأس اهتماماته، ولكن منذ 14 فبراير ذهب الشارع إلى أبعد من ذلك، فهي لا تريد أن تذهب إلى ما ذهب إليه وهو الأبعد من ذلك، تريد أن تعود لما قبل 14 فبراير. تتحدث عن قضايا لا أقول أكل الدهر عليها وشرب، ولكن أقول اعتبرت بعد 14 فبراير قضايا جانبية، كما أن الإشارة التي تفضل بها الأستاذ محمود مع كامل احترامي له وتقديري له وهو قد نبهنا على هذه المسألة، هناك مشكلة. يعني أنت حينما تعيش هذه الأجواء، أجواء المنتدى، نعم الآلة الإعلامية تشير إلى أنه حوار، ولكن لا توجد لهذه الكلمات مصداقية عند الإعلام الحر، عند الإعلام المنفتح، عند الإعلام القادر على الوصول إلى حقيقة الحدث. هذه تتحصل فيها نوع من تنوع العرض الإعلامي، والعاقل سيختار الأكثر مصداقية. أنا عمل معي تلفزيون البحرين مقابلة مسجلة وقلت كلاما مستحيل أن ينشروه، لأنني تحدثت عن التعذيب والتنكيل وانتهاك الشعب بأكمله والاعتقاد على الهوية وما إلى ذلك. هذا لم ينقلوه، ولهذا يكشف أن الإعلام المحلي ليست له المصداقية عند الرأي العام ربما العالمي، كما أن وجودك هناك لم يمنع ولم يسحب القدرة الشعبية على التواجد في الميدان مرة أخرى. ولو كانت الأسلحة التي استخدمت يوما ما منذ 16 مارس قادرة على ذلك، لما عاد الناس اليوم ونحن في شهر يوليو وتحت عنوان وجود حوار، لما عاد الناس. يعني حتى الآلة لم تستطع أن تنتج ما عملته في ذلك اليوم.